زهقان من داي خايف اعمل حاجه اكرر تتكلم كل اصحابي علشان نعمل حاجه نخرج. انا جيت هنا عشان اجامل اخويا عمر مصطفى متولي. حسيت ان انا ما قبضتش ليه؟ انا شايف ان انتوا عندكم كاميراز واضاءه وعاملين ديكور عامه، بس ماشي جاي عشان اجامل عمر. يا فشاوي يا ابن الايه ده اللي اتفقنا عليه. لا انا ما اتفقتش على حاجه. طبعا ما تبقاش انت عايز تسف معانا فلوس. ده انا احلق لك شنبك. ده انا شايف يعني ما شاء الله. ايه رايك الانتاج فخيم جدا صح؟ فشخ. يعني انا قصدي اللي وراك دي ايه رايك؟ خطيره خطيره، بتفكرني ب between two ferns. اوكي ده المود، ده المود. ها عسل. يلا بينا. يا فشاوي يا ابن ايه انت ازاي وكده ليه؟ يا جماعه الاغنيه دي الجديده بتاعت تشاي لسه مسمعها. اغنيه عظيمه. مصر يشكر في حاجته جميل قوي. هو لسه مسمعها لي وهي حلوه قوي، وميكس كده فرانكو قربه رابو لذيذه صح؟ فشاوي انت انا مش عارف ابدا معاك منين يا جماعه. انا اعرف الراجل ده من احنا اطفال، فمش عارف احكي ذكريات الطفوله ولا علاقه ابويا. يعني سنتين ونص ثلاث سنين حرفيا اطفال يعني. وعلاقته بابويا ولا علاقتي بابوه ولا علاقه ابويا وابوه مع بعض ولا انا وهو بقى ولا على مدى علاقه امي وامك استاذ سمال الفي واستاذ ايمان. بالظبط. ربنا يحفظهم. امام ربنا يحفظهم لنا. جنون يعني مش عارف اعمل معاه ايه ولا ايه. فغالبا هيبقى بارتين الحلقه بتاعته مش واحد، لان الراجل ده مش طبيعي. مش طبيعي. هنسرح. بحبك يا فشاوي. وانا كمان بحبك يا عمر. فاكر يا فشاوي اول مره كنت واعي فيها مش واحنا اطفال اتعرفنا على بعض وبدانا نبقى اصحاب؟ فاكر اول وانا مش لطشة. فاكر اخر مره كنت واعي عامه. بشكل عام في الحياه. بص بقى الجمال بقى. بص بقى بيكون جاي لك ضيف مسلم نفسه يعني. معانا عايزين محامي معانا عشان عشان نلم ورا ده. اتفضل. بص ايه. ايوه خد راحتك. بطاقتك فين؟ خلصني. وبطاقه الفشاوي يا جماعه اهي اهي شفتوها؟ عشان بس ما حدش يحرجنا. محمد فاروق فهيم محمد الفشاوي. عشان ما حدش يحرجنا. احمد فاروق فهيم مش اكتر يعني. يعني انت ممكن نقول لك احمد فهيم عادي صح؟ نعم. استنى احنا هنروحنا في والله العظيم. وانا معاك. انا بص انا سايب نفسي. انا شوف انت عايز تروح اسم ايه وانا معاك. لا ليه البوكس بره؟ يلا. انا فاكر وانا صغير كان الامهات ومنهم امي واحنا رايحين نلعب قالوا لنا بلاش تروحوا تلعبوا كتير مع احمد فشاوي لان هو شقي جدا. ده من واحنا اطفال. ده مبدئيا ده كان تحذير واضح لينا كاطفال. انا عشان بالظبط انا عشان وعصام اخويا اطفال ما شاء الله، او يعني ما اعرفش كلمه اطفال دي تنطبق علينا ولا لا، بس احنا كنا متمردين شويه. فاحنا اول ما قالوا لنا كده هو انتوا كنتوا اطفال بس ما كنتوش في اجساد اطفال. بالظبط. يعني كنا نازلين يعني في قالب يعني معين مش بتاع يعني. انا اكبر منك بثلاث اربع سنين بس احنا وقتها مثلا كنت انت مثلا قدي ثلاث مرات اشيله عادي. بالظبط. المهم احنا اول ما قالوا لنا بلاش تلعبوا مع احمد فشاوي رحنا جري لعبنا مع احمد فشاوي بالاخص يعني، واكتشفنا ان هو لذيذ جدا وان اهالينا بيقولوا اي كلام. اوبس ليه؟ كان لازم تسمع كلام ماما وبابا. لا 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 بالعكس. لا انا ما ندمتش احمد على صداقتي ليك ابدا في حياتي. انا مش عارف انت ندمت. انا ندمت جدا. معلش. انا ندمان. انا اللي جاي من ايه؟ لا يا فشاوي. لا لا يا جماعه وللاسف نص ذكرياتنا مش هينفع نحكيها. دي حاجات معظمها معظمها بس رحله طويله قوي ولذيذه قوي وكلها ده. This or that. كذا ولا كذا. This or that. هتختار من غير مجاملات يا فيشي وما تتعبنيش وانت راجل جريء وانا عارف انك مش هتتعبني. هو مش مجامل كمان. احمد زكي ولا نور الشريف؟ احمد زكي. محمود عبد العزيز ولا يحيى الفخراني؟ محمود عبد العزيز. احمد السقا ولا احمد عز؟ احمد السقا. طب احمد السقا ولا كريم عبد العزيز؟ كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز ولا عز؟ كريم عبد العزيز. طيب شاديه ولا سعاد حسني؟ سعاد حسني. اوكي ما فكرتش قوي مع ان شاديه قويه جدا بس خطيرة. انت ما فكرتش. هي سعاد برضو سحر. يعني لا من غير تفكير سحر. سعاد حسني من غير تفكير. اوكي. انا ولا المليجي؟ المليجي.
جاري ساكن في العماره اللي قدامي. انت بتجامل الراجل عشان مات يعني؟ انا ولا محمود المليجي؟ مليجي. ايه ده يا جماعه؟ صدمه عمري. طب صاحبي صدمني صدمه عمري. انت اللي تقولي شكرا. خلاص شكرا يا كابتن. شكرا. عفوا. عادي. طب والناس هتقول عليك ايه اما انت بتقول المليجي؟ معرفش، محرين ده رايهم ذوق. يا رب زدني تواضع. طيب عادل امام ولا عادل امام؟ محمود ياسين. تحبش عادل امام؟ لا احبه فشخ. لا انت قلت بموت فيه اصلا. انت قلت لا اقول لك محمود ياسين. ماشي. عمرو اديب ولا ابراهيم عيسى؟ عمرو اديب. لميس الحديدي ولا منى الشاذلي؟ لميس الحديدي. اسعاد يونس ولا تميم يونس؟ تميم يونس. شيرين ولا انغام؟ شيرين. عمرو دياب ولا مايا دياب؟ مايا دياب. انت ما بقى ايه؟ انت لا إيه الأدب؟ انا ما سبت الفن والهضبه وجريت على مايا دياب. عرفت ان انت فطرتك دي برضه ما فكرتش فيها زي سعد حسني من غير تفكير. انت طفولتك اكيد كان فيها سكشوال اراوزل. بص هقول لك حاجه. انا بدري يعني انا اقول لك انا كان عندي كاميرا سوني صغيره كده. اوكي. يعني بنتكلم مثلا 89 ماشي 90. اوكي. يعني 10 سنين. 10 سنين. وكنت بمشي بروح مع امي لاي حلميه استاذ سمية الالفي طبعا. أيوة مسيره. أيوة. عظيمه. فكنت اروح معاها التصوير في لاي حلميه وامشي بالكاميرا السوني دي ورا فخاد دور مؤاخذه اعلام شاهين. ايوه كده ده اللي انا بدور عليه في الطفوله اللذيذه دي. ايوه بتمشي ورا الهام بالاخص. ها هو هي كانت ليالي الحلميه الجزء الثاني صح؟ اه ايوه انا كنت في ركابها. يعني الكاميرا ما كانتش ايوه يعني وشها عمره ما بان في الفيديو. أيوة ده ايوه كله ركب مدام إليها. ركبها في خدها. أيوة. سمانتها رجليها. أوكي. الكعب الطويل بتاعها. أوكي. So I was always there. مع اني ممكن اطلع كده بان عادي. لا 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 يا انا فاهم هنا. أوكي. اوكي اوكي. المهم يعني امي شافت الفيديو طبعا وكسرته وزعقت لي. هتعمل يعني هتقول لك برافو ما لازم تكسره وتزعق. يا فاكر ان انا هتصور الكواليس. لا طلعت كينكي حقير في خاد الزوجه شاهين. طلع ميكنج في خاد. طلع ميكنج في خاد. ها نادي الاهلي. نادي القرن. المسرح. شغلي الاساسي. بدايتك. مش بدايتي بس ده شغلي. شغلتي الاساسيه. الدنيا كلها قفلت هفتح مسرح في الشارع حتى. ايوه المسرح ده شغلتي اصلا. حلو. الكوميديا بموت فيها. المهرجانات. بحب الناس الهلاسين اللي زيك. ربنا يخليك. ربنا يزيدهم ويعني لان الكآبة بتقتلني. ماشي يا رب يبقى حياتنا كلها ناس لذيذه زيك كده حضرتك. المهرجانات. انا بتكلم جد والله تعالى. ماشي. المهرجانات. اي مين الاغاني يعني. بس خلص السؤال. وحشة. اوكي. You're not a fan of مهرجانات. انت تحب الراب. تحترم الراب. بس ما تحبش المهرجانات. إن... لا انا عامة مش بحترم المزيكا. بحترم المزيكا بشكل عام. بس بحب الراب طبعا. بس مش كل النوعيات. بس المهرجانات. وبسمع... انا فاهم طبعا. بس المهرجانات مش your type. بسمع موزارت وبسمع حاجات كتير وبسمع كلاسيك. وبسمع ما اسمعش عربي. ما اسمعش خليجي. ما اسمعش. اوكي. المحور. لازم يتشال. الكذب. لا. كسل. لا طبعا. باسم يوسف. لذيذ. موقعة الجمل. معرفش عنها حاجه. رحاب الجمل. اعرف عنها كل حاجه. طبعا. رحاب حبيبتي تاني. حبيبتنا كلها. انا زمان. اصلا بسال السؤالين ورا بعض عشان نضحك مش اكتر. بقول موقعة الجمل. رحاب الجمل اي كلام. وانا بقول لك على وانت تمام. معرفش عنها حاجه طبعا. بس مش امين صديقتي طبعا. بس يعني الكنافه بالمانجا. اختراع فاشل. وانا كمان زيك. فيفي عبده. الله. حبيبتنا كلها فظيعه. ما حدش يختلف على فيفي عبده. نتفليكس. كول. بالمناسبه انت بتحب انستغرام اكتر ولا فيسبوك؟ ما انستغرام. انا ما عنديش فيسبوك ولا عندي تويتر ولا عندي بيرسونال. لا يعني انت انستغرام. انستغرام بس. بص يا استاذ بقى. اتفضل. انا هقول لك كل شويه فكهيه وانت تقول لي الفكهيه دي بتفكرك اذا كان بالشكل بالفيتشرز بالمواصفات بتاعتها بميم الفنانين اذا كان صحابنا او جيل قديم او جديد. بس ماشي دي لعبه لذيذه. اوكي فنانين وفنانات. اوكي ماشي. على اللعبه دي تشوف الناس قالت فيها ايه. اوكي تعالى نبدا واحده واحده بقى. يعني التفاح الاحمر. نتيجه
اوكي شيز اميزنج. التفاح الاخضر الهام شاهين بقى، ما انت عشان تاخد صندوق كده وصندوق. عرفت ذوقك. التين البرشومي فاروق الفشاوي. الله عليك الله عليك. ماشي. التين الشوكي. بس في ناس كده لا لازم اقول ناس مشاهير بس ما ينفعش اقول اسم اي حد الناس ما تعرفهمش. بالظبط. التين الشوكي او ممكن اصلا ممكن اضرب اي اسم، ما عنديش حد بصراحه حد جاي في بالي. يعني على فكره تين شوكي ده هو اتابيرز انه اسمه شوكي وبتاع، بس هو حاجه مسكره ولطيفه وساقعه وجميله. ايوه ايوه التين الشوكي ده جميل جدا. ما هو ده اللي بيتقشر بعدين بيبقى حلو، البذر بتاعه بيتاكل اصلا. التين الشوكي ده يعني مش بيومي فؤاد ممكن. حلوه جدا. اعتقد حلوه جدا. حتى بيومي تحس ان هو يعني حلوه جدا، مش تخين بيومي يعني، ومش طويل ومش عريض ومش قصير، هو يعني عامل فاهم زي التين الشوكي بالظبط. المانجا. المانجا مروان موسى. الاناناس. الاناناس جينيفر لوبيز. اوكي. البلح الاسود اسماء ابو اليزيد. يا جامد. حلوه جدا، انا بحبها قوي اصلا. انا بعشقها. البلح الاحمر بقى دي ممكن نحط فيها بلبله بقى، ما احنا بلبله. بصوا يا جماعه لا ها خدتوا بالكم، بلبله والهام شاهين وناديه الجندي. ها امال احنا بنتكلم في تاريخ. نسميها تاريخ عشان خاطر فيش. امال اوكي. العنب سعد الصغير دي ما فاهم. ماشي ماشي. اول اي حد يقول ده مش حد جاي في دماغي، مش عارف. القشطه. عندينا الرقاصه. يخرب عقلك. الاختيارات بتاعته كلها ستات. كريم عبد العزيز. اليوستفندي. اليوستفندي. تونجيرين. توم كروز. يا جامد. انا دي من اكتر الفقرات اللي انت هتستمتع بيها دي. اوكي. دي الحته الناعمه بقى اللي في حياتك. يا. هنتكلم بقى عن الانثى بقى. الله. في حياتنا كلنا وفي حياة فيشي. اوحش حاجة في الست ايه؟ الزن. برافو. احلى حاجة في الست ايه؟ لما تبقى قلبها طيب. لما بقى؟ لما تبقى رايقة ولذيذة وبتدلعك. قلبها طيب. لما تبقى راضية عنك. بالظبط. ومش بمزاجك. ايوه بالظبط. بمزاجها. بالظبط. الوقت اللي هي تختاره. بالظبط. ثانك يو وكشاوي. لا اقول لكم هنستفيد منه كتير في الفقرة دي. فيشو انا بستفيد. مين اجمل انثى خلقها ربنا في رايك؟ بس تكون حد مشهور عشان اعرف منها ذوقك ايه. يعني مريم العذراء. هولي مادر ماري. بره الانبياء والشخصيات المقدسه. المقدسه سمية الالفي. وبره الامهات هند رستم. انت زي يعني انا برجع لهند رستم على طول. انا كده انا بقول لك بيز. أنا وبعدين فروم ذير وي جو. اف يو هاف ذا تشانس انك تخون مراتك مع سلمى حايك. انا مش متجوز دلوقتي على فكره، بس قشطه. تعالى نفترض assuming. Let's assume. وانت بتحب مراتك جدا، وانا عارف ان انت وانت زوج بتبقى مخلص مش زباله. I know. دي حاجه بقى يعني انت عارفها عشان عشره. ماشي كويس. فانت بقى متجوز بس you have this chance ان انت تخون مراتك مع سلمى حايك. أيوه. وربنا هيغفر لك الذنب وهيستره عليك، مش هتحسب عليك ذنب كمان. وهي she will never know. تعمل كده ولا لا؟ اعمل كده طبعا. ثانك يو فور يور اونستي. ثانك يو. تكارك ولا تهاود؟ اكارك. تشولح ولا تقولح؟ اشولح. تشولح وشلح. وتشولح وتشلح على جبل شلح. اوكي. طب تعبط ولا تشبط؟ اعبط. ايه ده؟ مع يعني مع ان التشبيط بيبقى مريح احيانا. يعني بص هو على حسب انت يعني بتشد ايه. انت طالما عايز تشد ولا مش عايز تشد قوي ولا انت يعني يعني لا بس لو عبط براحتك. تواجه ولا تحاحي؟ اواجه. انت كينكي ولا دوبل كريم؟ انا دوبل كريم. انت دوبل كريم ليه؟ يمكن يا احمد لا بجد. مع ان انا اظنك كينكي يعني شخص. لا 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 انا دوبل كريم وعندي كاسترد وكل حاجه. يا اسمح انا مبسوط جدا. الله يخليك. شاوي I love you. I love you too forever bro. Forever and for always. بص بقى انا فعلا سيبك من انت متاخر والمصحف انا مش عايز اقفل الحلقه دي. ايوه. ومبسوط فشخ وضحكت ده. وانا كمان مش عايز امشي. ويخرب بيت لذاذتك وانت كمان عسل. انا متاكد ان الحلقه دي حلوه وده اللي حصل.
طيب. فبجد شكرا ان انت جيت الهبة اللي احنا بنعمله ده. واظنك ما ندمتش. اي هبة كلمني. اظن انت ما ندمتش يعني. خالص نهائيا. انبسطت فشخ. بجد. عمر مين؟ اه المذيع برضه. ايوه هو نفسه. هو عمر غريب عامه، فيعني ما كنتش متفاجئ خالص. انبسطت جدا 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 جدا. انا كنت بصراحه اقول ما انبسطتش عشان اقفي، بس انا انبسطت جدا فشخ. شكرا شباب. عايز اهم الدقايق، خايف اعمل حاجه اكتر، تتكلم كل اصحابي علشان نعمل حاجه نفوق. كل ما نتكلم لنا كلمه ونحاول ندخل في الكب، نرجع تاني لاهي افعاله ونروح تاني للكلوب. ونحاول ندخل في الكات، نرجع تاني.